ها ايه الاخبار؟ انا في نعمه والله الحمد لله. طب الحمد لله، كنت عايزه اطمن عليك. انت هتهزر؟ ما تخلص، ما انت عارف انا طلبتك ليه دلوقتي. ما حضرتك ما بتطلبينيش وتقعدين القعده دي غير عشان رضوى ممدوح بس، اللي هربت قبل ما البوليس يقبض عليها. اه سمعت. انت عارف رضوى فين يا وافي مش كده؟ هسألك السؤال بطريقه اوضح شويه، رضوى فين يا وافي؟